أعزائي طلبة أولى ثانوي لغات، هنبتدي مع بعض ناخد ليسون 3 في التريجنومتريك بعنوان سولفينج رايت أنجل تريانجل، حل المثلث قائم الزاوية. الدرس ده من دروس سهلة جدا جدا، وتعتبر مفيش حاجة جديدة فيه. المهم يبقى عندك رايت أنجل تريانجل، واحنا خدنا مرارا وتكرارا ان الساين ثيتا بتساوي الاوبزيت على الهايبوتنس، يعني اي بي اوفر اي سي، وكوزاين ثيتا بتساوي الادجيسنت على الهايبوتنس، وتان ثيتا بتساوي الاوبزيت على الادجيسنت، ده في الرايت انجل تريانجل. وعندنا الهايبوتنس من بيثاغورس ثيرم مزايد في سورس اي سي سكوير بتساوي اي بي سكوير زائد بي سي سكوير. المهم بيديك تان ثيتا و ولينس من التو سايدز، وعايز السايد التاني، او يديك التو سايدز وعايز الزاويه. لو اداك الزاويه، لو عايز الزاويه واداك التو سايد، هيبقى اي بي على اي سي من ساين ثيتا، نجيب الثيتا ونقول ان الثيتا بتساوي ساين ماينس 1 اي على بي، او كوديك كوزاين ثيتا يديك الطول بي سي ويديك الهايبوتنس، وتقول ان كوزاين ثيتا بتساوي بي سي على اي سي، وعايز ثيتا هتقول يبقى ثيتا بتساوي كوزاين ماينس 1 بي سي على اي سي، او يديك الاوبزيت والادجيسنت تقول تان ثيتا بتساوي اي بي اوبزيت على الادجيسنت، وعايز ثيتا تقول تان ثيتا بتساوي تان ماينس 1 اي بي على بي سي، او لو مديك ترد على اي بي وبي سي وعايز ترد على اي سي من بايثاغورس تجيب اي سي سكوير بتساوي اي بي سكوير زائد بي سي سكوير، وبعد كده تجيب الروت ليها تجيب الاي سي سكوير بي سي. ده باختصار الدرس. الاول هيديك تو سايدز وعايز سولفينج رايت انجل تريانجل جيفن لينس اوف تو سايدز. مادام بيقول لك سولفينج تو رايت انجل تريانجل، التريانجل بيبقى عباره عن 3 سايدز، 1 2 3 و 3 انجل، انجل منهم عارفين ان هي رايت انجل 90، يبقى عايز الفاليو اوف ذيس انجل، انجل A وزيز انجل B، وهنا عايز السايد التالت بي سي، يعني مديك تلاتة، عايز طول التلاتة سايد وعايز طول التو انجل، لان منهم انجل 90 عارفين، يبقى عايز قيمة زاويتين وضلع او ضلعين وزاوية، ايا كان. شوف رايت انجل تريانجل جيفن لينس اوف تو سايد، مديك تو سايدز وعايز يجيب قيمة الزاويتين دول والضلع ده. ساين بيتا تساوي ساين بيتا مقابل 8 على هايبوتنس 12.5، يبقى ساين بيتا بتساوي 8 على 12.5. طب عايز اجيب قيمة بيتا، يبقى بيتا بتساوي ساين ماينس 1 بس بالدجري، طب يبقى شيفت ساين ماينس 1 8 اوفر تجيب قيمة بيتا بالدجري، هذه قيمة بيتا. تمام، عايز انجل ايه؟ انجل ايه 90 ناقص قيمة الزاوية دي يديك انجل ايه. طيب 90 ديجري ماينس 39 ديجري 47 منت 31 سكند يساوي انجل ايه
طب عايز الطراز التالت كوزين بيتا بتساوي بي سي على الهايبوتنس adjacent على الهايبوتنس بي سي اوفر اي بي. عندنا كوزين بيتا اللي هي ب 39، عايز نجيب قيمة البي سي كروس مالتيبليكيشن، يبقى بي سي بتساوي 12.5 في كوزين الزاوية دي، يبقى 12.5 تايمز كوزين 39 منت. تسعة بوينت كذا. تمام. أو ممكن تجيبها من بايثاغورس ثيرم إن بي سي سكوير بتساوي هايبوتنس 12 أي بي سكوير ماينس أي سي سكوير، وتجيب الروت مين سكوير فاكتور، بس التانية يعتبر أولانية أسهل. اللي هي دي من الكوزاين بيتا هيبقى بي سي بتساوي 12.5 في كوزاين بيتا، كوزاين الزاوية دي هيطلع 9.16. أو ممكن تجيبها من بايثاغورس بي سي سكوير بتساوي اي بي سكوير ماينس اي سي سكوير، وتجيب روت سكوير فاليو للقيمة دي هيطلع نفس القيمة. زامبل مديك بقى رايت انجل تريانجل، بس مديك اي بي وبي سي ورايت انجل ات بي، طبعا اي سي الهايبوتنس. عايز نسولف الرايت انجل تريانجل دوا، رايت انجل تريانجل دوا اي بي 15.6 بي سي 14.7، يعني عايز يقيم قيمة الهايبوتنس اي سي وقيمة الزاوية اي وقيمة الزاوية بي عشان يسول باللايت انجل تريانجل، يعني يجيب قيمة الزاوية بتاعته الفاليو في اتس انجل اند الفاليو في اتس سايد. عندنا تان بيتا بتساوي اوبزيت على الادجيسنت. تمام، عندك الاوبزيت اي بي وعلى الادجيسنت سي بي. تمام، تان سيتا بتساوي الكلام ده، يبقى عايزين نجيب سيتا تان سي بتساوي الكلام ده، عايزين نجيب قيمة سي شيفت تان 15.6 اوفر 24.7 ايكوال 32 ديجري 32.16 و منت و سيرتي تو سكند قيمة سي. يبقى انت كل اللي بتعمله تجيب تان سيتا، تان سي بتساوي اوبزت على الادجيسنت، عايز تجيب قيمة سي تجيب تان ماينس وان، تان ماينس وان اللي هي شيفت تان 15.16 على 24.17، تجيب قيمة سيتا. طب انجل ايه؟ هنطرح من القيمة دي زاوية 90 ان ديجري ماينس 32 ديجري 16 منت 98 سكند، هدينا قيمة ايه. تمام. ساين سي بتساوي اي بي اوفر اي سي الاوبزيت على الهايبوتنس. ساين سي عندنا اهي، يبقى اي سي كروس مالتيبليكيشن، يبقى اي سي بتساوي 15.6 على ساين سي. طيب
شغال سيلز تو. يبقى كده solving the two equation. ممكن نجيب الـ AG الـ hypotenuse من AC square بتساوي AB square plus BC square، ونجيب بعد كده root mean square value للقيمة دي، نجيب قيمة الـ AC بسوبرسيون. حل مسألة التراي، مديك two sides وعايز بقيت الـ two angle دول وقيمة السايد دي. المسألة التانية مديك برضو التو سايدز وعايز قيمة الأنجل دي ودي، زي ما احنا اتعودنا دايما ساين ثيتا بتساوي ستة على اوبزيت على الأجي على الهايبوتنس، يبقى ساين ثيتا بتساوي كده، ساين سي اس بتساوي كده، هيبقى سي بتساوي شيفت ساين ماينس وان ستة اوفر 8.6. هنجيبها بالدي، هتبقى 44 و 14 سكند 26 14 مينت 26 سكند. يبقى كده قيمة سي سي ساين سي بتساوي الكلام دوت، يبقى سي بتساوي ساين ماينس 1 الكلام ده. عايزين نقيم قيمة ايه؟ هنطرح 90 من قيمة الزاوية دي، جبنا قيمة ايه؟ كوزين سي بتساوي الادجيسنت على الهايبوتنس، يبقى سي بي بتساوي الهايبوتنس في قيمة الزاوية دي، يبقى السي بي بتساوي 8.6 في كوزين الزاوية دي. جبنا قيمة سي بي، يبقى حلينا الرايت انجل تريانجل ده. هي نفس الكلام، بس هنقول ان AB tan C بتساوي AB أوبزيت على الأدجيسنت، الأوبزيت 5.6 أدجيسنت 7.3، tan C بتساوي الكلام ده. عايزين نجيب قيمة C، هيبقى C بتساوي شيفت 10 ماينس 1 5.4 أوفر 7.3 بالدجري والمتر، هيبقى بتساوي الكلام دوت. طبعا ايه هتساوي 90 ناقص قيمة الزاوية دي، ساين ثيتا بتساوي اي بي اوفر اي سي الاوبزيت اوفر الهايبوتنس، يبقى اي سي بتساوي 5.6 اوفر ساين سي، هيديني 5 اوفر الساين الزاوية دي، هيبقى 6.9 سنتيمتر. تاني حاجة ناخدها solving right angle triangle given its length of one side and the measurements of its acute angle. مفيش جديد، هيديك قيمة زاوية و طول ضلع length of sides. هي نفس الحل ونفس الترتيب ونفس كل حاجة. عايز بقى solve the right angle triangle، معناه ان solve the right angle triangle تجيب قيمة الأصل two sides طول هدوة طول السايد AB و BC على سبيل المثال، والانجل الناقص، لان طبعا في انجل 90 عندك. يعني معنى ان هو بيقولك solve في المثلث ان هو عايز طول أضلاع المثلث length of its sides and measurement of its angle. تمام، انه بادي مديك ABC right angle at B، ومديك angle C 25 degree و 50 minutes، ومديك طول الhypotenuse AC one of the side of the triangle. طيب احنا عارفين ان
ساين سي بتساوي اي بي اوفر اي سي، صح؟ اي بي اوفر اي سي ده بتساوي ساين 25 ديجري 50 مينت. هيبقى الاي بي بتساوي 2.5 ساين الكلام دوت. حلها بالكالكوليتر يبقى اي بي بتساوي 12.5 في ساين 25 مينت 50 ديجري 50 مينت ايكوال 5 يبقى الاي بي بيصير 5.45% تقريبا. باطت البس 5 هنا 5.45 هنا 6 تقريب هنا 5 ماشي. جبنا طول الاي بي، عايزين نجيب طول البي سي يا من بايثاغورس ثيرم زائد فيثاغورس او ان كوزاين سي سي بتساوي سي بي اوفر اي سي، بي سي اوفر اي سي. عندنا سي 25 ديجري 50 مينت يبقى بي سي بتساوي 12.5 12.5 في كوزين 25 مينت 25 ديجري 50 مينت ايكوال 12.5 في كوزين 11.12 سنتيمتر. ممكن تجيبه برضو من بايثاغورس ثيرم ان اي سي ان بي سي سكوير بتساوي اي سي سكوير ناقص اي بي سكوير. انا هاخد مسألة التراي، شوف التريانجل كده الانجل دي 90 مديك اي بي وزاوية من الزوايا، تمام. ميجر اي بتساوي 90 ناقص 54 جبنا قيمة اي. ساين سي بتساوي 10 اوفر هايبوتنس اي سي، يبقى الاي سي بتساوي 10 من كوس مولتبليكيشن على ساين سي، يبقى اي سي بتساوي 12.35. كوزاين سي بتساوي سي بي اوفر الهايبوتنس اللي احنا جايبينه اي سي، يبقى سي بي بتساوي الهايبوتنس 12.6 في كوزاين سي، كوزاين سي عندها 54، هيبقى بي سي بتساوي 12.35 في كوزاين 7.2. هنا مديك زاوية قيمة زاوية A ومديك الهايبوتنس. احنا عارفين ان ساين سي زاوية انجل سي بتساوي 90 ناقص الزاوية دي، جبنا الانجل سي. ساين سي بتساوي اي بي اوفر اي سي، اي بي اوفر اي سي، يبقى الاي بي بتساوي 32 في ساين سي، جبنا لينس اوف اي بي. كوزاين سي بتساوي بي سي اوفر الهايبوتنس 32 ادجيسنت اوفر هايبوتنس، يبقى جبنا بي سي بتساوي 32 كوزاين سي. كوزاين سي اللي عندنا 57 ديجري 36 مينت، جبنا البي سي. احنا حلينا كده اللايت انجل تريانجل ده وحلينا اللايت انجل تريانجل ده، جبنا قيمة الزاوية الناقصة هنا وطول الضلعين، جبنا قيمة الزاوية الناقصة هنا وطول الضلعين.
كل المسائل اللي حلناها قبل كده كان مديك الزاوية ان ديجري، هنا مديك الزاوية ان راديانت. عشان تحول من ديجري ان تو راديانت قيمة الزاوية ان ديجري مالتيبلاي في باي على 180، يعني الزاوية 30 ان ديجري بتساوي كام؟ 30 في 180 في باي على 180، الصفر هتروح مع الصفر تبقى تساوي باي على 6. يبقى 30 ايكوال باي على 6 ان راديانت، باي ان راديانت 3.4. طب الزاوية 90 ان ديجري، 90 في باي على 180 صفر هتروح مع الصفر، 9 على الواحد يبقى 18 على التسعة فيها الاتنين بتساوي باي على 2. يبقى 90 ان ديجري بتساوي باي على 2 ان راديانس، باي في الراديانس ب 3.4. تمام. عشان تحل مسألة زي كده الأول هتدوس في الكمبيوتر في الكالكوليتر، هتدوس على شيفت سيت اب وهتحولها لراديانس 4، دوس رقم 4 عشان تحولها لريديانت. تمام. عايز ترجع للديجري تاني دوس شيفت سيت اب 3 ديجري. طب احنا عايزينها ريديانت هندوس شيفت سيت اب هندوس 4 عشان تبقى ريديانت. كده بقينا ريديانت. كوزاين سي ميجر زاوية سي بتساوي 90 ناقص الزاوية دي 90، بس عايزين 90 ان راديان، 90 ان راديان باي على 2، باي على 2 اللي هي كام؟ 3.14 من 100 على 2 ناقص كام؟ ناقص الزاويه دي ان راديان اللي هي 1.258، هيدينا الزاويه ان راديان. يبقى جبنا زاويه سي ان راديان باي هنا ب 3.4. تمام. عندنا ساين اي بتساوي اي بي على اي سي، عندنا ساين اي بتساوي بي سي على اي سي، بي سي عندنا اللي هي 10.6 على اي سي، يبقى ال اي سي بتساوي ايه؟ 10.6 على ساين الزاويه دي، بس ان راديان ما احنا اوريدي محولينها ان راديان اهو، كالكوليتر مديك راديان، ار دي يعني راديان. طب خلاص هنعمل ايه؟ هنقسم 10.6 على ساين 1.254، لان احنا اصلا محولينها ان راديانت، بتساوي 11.5. تمام. جبنا الاي سي، تان اي بتساوي الاوبزيت اللي هي 10.6 على الادجيسنت اي بي، اي بي بتساوي هيبقى اي بي بكوس مالتيبليكيشن بتساوي 10.6 على تاني القيمه دي، هنجيبها بالكالكوليتر، يبقى اي بي بتساوي 10.6/10، احنا حوالينها ريديان نستخدمها عادي 10 1.25. عشرة وبوينت سيكس على 10.1.25. تمام. يبقى جبنا قيمة زاوية سي، جبنا قيمة زاوية سي، وجبنا طول اي بي، وجبنا طول اي سي، واحنا عملنا سولف بالرايت انجل ثيوري. السؤال اللي بعد كده مديك الهايبوتنس، مديك الزاويه دي ان راديانت،
يبقى ميزال زاوية ايه بتساوي باي على 2 ناقص الليديان ده باي على 2 هنا 3 و14 على 2 ناقص 0.715 هيديك 0.855 ماشي. باي على 2 اللي هي 3 و14 مية على 2 باي ان ريديان 3 و14 مية باي ان ديجري 180 احنا هنا ان ريديان يبقى 3 و14 مية ماشي. جبنا قيمة الزاوية ايه بنفس الطريقة ساين سي بتساوي اي بي اوفر هايبوتنس اي سي. عندنا ال اي سي يبقى اي بي بتساوي اي سي ساين الزاوية دي ان ريديانت واحنا اصلا محولينها ان ريديانت اهو. هيبقى هنطبق تطبيق مباشر يبقى 23 في ساين 0.715 لان حولناها ان ريديانت ار اي خلاص هبساوي 15 وكسر تمام. كوزاين بي كوزاين سي بتساوي الادجيسنت على هايبوتنس يبقى البي سي بتساوي الاي سي كوزاين دي احنا اصلا محولينها ان ريديانت عن تطبيق مباشر يبقى 23 في كوزاين 0.715 ايكوال 17 وكسر تمام. يبقى احنا حلينا الرايت انجل تريانجل.